تقدم إن المحاولة الآن بتصل بالجهة اليسرى والكرة بتصل لمصلحة المنتخب البحريني، وصلت إلى سيد محمود جلال بيلعب الكرة ولكن الكرة بتتخلص، وصلت إلى تيسير بيلعب الكرة إلى نصر الشمراني، نصر يتقدم، نصر يحاول، نصر بيلعب الكرة في مكان إلى ياسر في الجهة اليسرى بيلعب الكرة إلى نور، الله 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 جاكم اللي ما يصوم في رمضان وغيره جاكم اللي إلى ياسر يا عيني يا نور شوف المتابعة شوف النهاية شوف الكرة الجميلة جدا من ناصر الشمراني الأسمراني اللي يوقف الوصول إلى القارة السمراء خمس سعودي ست مرات في 81 تصفيات كأس العالم سعود جاسم في 88 ماجد عبد الله في كأس الخليج في الرياض في 2002 محمد نور نهائي كأس العرب ومحمد نور يعتبر أغلى إدارة والقائمين على المنتخب السعودي والكرة الآن طويلة إلى الأمام يبعدها عبد الله فتاي بيلعب الكرة إلى جنسي جون استلام في الجهة اليسرى علاء حبيل موجود في دكة البدلاء علاء حبيل ويشتكي بأنه المدرب لا يبدأ به أساسيا بالرغم من أنه جاهز هكذا يقول علاء حبيل هنا التمريرة في مكان هنا عبد الله عمر هنا العرضية هنا البحرين هنا البحرين جيسي جون يقول جاك العون المنتخب البحرين يا الله يا عبد الله عمر كيف مرسولة كيف مرسومة كيف رايحة الآن يصل الآن يسجل الآن جيسي جون يعود بالبحرين مرة أخرى لكي لا يتحول تبعد وحالة الترقب حاضرة ومستمرة ترقب سعودي ترقب بحريني في كل مكان عالية وللأمام الآن من سعود كريري بالرأس محاولة موجودة تصل الآن إلى القحطاني في المكان هذه لمسة ياسر القحطاني وبعد ذلك رأسية سعود كريري نعم على الوصول بهذه الكرة إلى الشباك السعودية وسلمان عيسى يحاول المرور والكرة ملعوبة الآن عرضية موجودة في حرب ركنية حاضرة نعم حرب ركنية حاضرة وبالتالي تغيرت الأمور بين لحظة وأخرى وقد كانت الفرحة بحرينية وقد كانت الضايع ضربة ركنية شوف رأسية عبد الله عمر او عبد الله فتاي وبالتالي